أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، بتمنى تكونوا صمتوا وفطرتوا على خير وكل الشعب السوداني بخير يا رب. زي ما عودناكم حكون معكم طيلة هذا الشهر المبارك في برنامجنا مطبخ الشروق، ومعانا الشيف آية الجلواري. مرحبا بك شيف آية. ازيك يا أحمد؟ كل سنة وانت طيب ورمضان طيب. كريم. الله أكرم، بتمنى تكونوا صمتوا وفطرتوا بخير. الحمد لله. الليلة هتعمل لنا شنو يا شيف آية؟ النهاردة معانا كذا وصفة كده، نشوف هنعمل ايه. هنعمل طاجن ورقة لحمة، يعني ورقة لحمة بتبقى عبارة زي صينية اللحمة. أيوة. بس هنحطها في ورقة فويل جوه الطاجن وعليها ورقة زبدة، ونقفلها نكمرها تماما. ان انا اكمر الحاجة يعني ان انا اغطيها تماما واقفل عليها حلو قوي، ده بيساعد ان البخار اللي يطلع من الخضار واللحمة يرجع، بتستوي عن طريق البخار من الاخر. وهندخلها الفرن على درجة حرارة كده هادية، وهنعمل معاها رز بالخلطة، وهنعمل معاها كمان قرع عسل حلو، قرع عسل بالبينات بطر والمكسرات والزبيب وكده. طيب ممكن يا شيف توري مشاهدينا الأعزاء وصفتنا الليلة شنو والمقادير شنو؟ هنشوف معانا أول حاجة، هنبتديها حاجة حاجة كده بالراحة عشان الناس ما تلخبطش معانا. أول حاجة هنبدأ بيها هنحط القرع يستوي. هنحط حلة هنحط فيها مية، ممكن من القرع. تسلم ايدك. هنحطه يستوي وهنغطي عليه لحد ما يستوي. الناس اللي ما بتحبش طعم القرع العسل قوي، هو مفيد جدا جدا، فممكن نحط معاه بطاطا، يعني ممكن يبقى الطاجن قرع عسل بالبطاطا. هيداري البطاطا، البطاطا الحلوه، البطاطس الحلوه، البطاطا المسكره، البطاطا هتداري على طعم القرع، فيبقى انا كلت واستفدت من فايده قرع القرع اللي هو البامكن، وفي نفس الوقت انا غيرت الطعم اللي انا ما بحبوش. فاحنا المفروض ان الجيل اللي طالع دوت احنا نعوده على اكل صحي، او نقدر ان احنا نديله كل الفايده اللي يقدر ياخدها من الخضار، علشان طبعا احنا في عصر الامراض، فعلى قد ما نقدر نحاول ان احنا ناكل ولادنا واحنا ناكل نفسنا حاجات مفيده وحاجات صحيه. احنا اول حاجه حطينا القرع يستوي، هنحط الرز. قبلها اصلا كنا مقطعين القرع ومغسول كويس صح؟ لا لا، ما بيتغسلش، هو بيتقشر ويتشال زي الكنتالوب كده. احنا ما بنغسلش الكنتالوب، بنقطعه وبنشيل البذره وبعد كده بنحطه يتسلق. نشوف بقى نعمل الرز ازاي. اول حاجة احنا هنعمل رز بالخلطة. تاني حاجة بقى هنعملها، هنجهز اللحمة بتاعتنا عشان نحطها في الفرن تستوي قبل ما نخلص. ادي اللحمة، دي لحمة شرايح زي الستيك كده. طبعا انا ممكن يا اما انا هقطعها اصغر شوية عشان ما تاخدش وقت في السوا، ممكن نستخدمها زي ما هي، ممكن نستخدم لحم مكعبات، ممكن نستخدم اللحم بتاع الغنم اللي هو اللحم الضاني. انا هستخدم لحمه هقطعها شرايح. لحمه يا اما ضاني يا اما عجالي. اه بالظبط. في حاجه يا جماعه، احنا لما بنيجي نقطع لحمه اوقات كتير احنا بنجيب لحمه وبنلاقيها بتشد معانا او بتعض، وبنبقى مش عارفين هي ايه المشكله، وبنقعد نقول اللحمه دي نوعها وحش، بس هي اللحمه مش بتبقى نوعها وحش. انا لما باجي اقطع لحمه لازم اقطع عكس اتجاه النسيج، يعني انا دلوقتي لو الانسجه ماشيه معايا كده فانا بقطع عكس الاتجاه، لو الانسجه ماشيه كده فلازم اقلب حته اللحمه واقطعها كده. لما بقطع اللحمه مع اتجاه النسيج اللحمه بتشد معايا في السوا، وبتبقى احنا بنبقى متخيلين ان اللحمه هي اللي نوعها وحش، بس هو فعليا بتبقى تقطيعتها هي اللي غلط او تسويتها هي اللي غلط. فاول حاجه تقطيع اللحمه، وهنشوف التسويه معانا لازم تكون عامله ازاي. فاحنا كده الانسجه هي ماشيه معايا كده، احنا هنقطع عكس اتجاه النسيج. اقطعها الحجم اللي انا عايزاه، مش لازم نقطعها كده، ممكن نحطها زي ما قلنا صحيحه، بس انا افضل ان انا اقطعها بصراحه عشان ما تاخدش سوا. اللحمة ما بتتغسلش، ما ينفعش اغسل اللحمة، اللحمة لو اتغسلت انا بفقد كل الفايدة اللي فيها، وبفقد العصارة، بفقد البروتين اللي موجود فيها،
بفقد نسبة السكر اللي موجودة فيها اللي أنا بحتاجها لما أجي أكرمل اللحمة عشان تديني اللون البني اللي برا. يعني اللحمة تفضل تكون مش مغسولة؟ هو مش تفضل، هي اللحمة هتتغسلش، يعني اللحمة مينفعش تتغسل. أنا هحط دي تسخن، هنقول مع بعض في الحلقات بتاعتنا إزاي إيه البديل لغسيل اللحمة. يعني دلوقتي أول حاجة أنا عندي طريقتين لتسوية اللحمة وغسلها. أول حاجة إن أنا بدي اللحمة صدمة. يعني إيه بدي اللحمة صدمة؟ يعني أنا بحط اللحمة في حاجة سخنة مع مادة دهنية، وتفضل إن المادة الدهنية دي تكون زيت، وفي النهاية بحط الزبدة لأن الزبدة بتتحرق بسرعة، لكن الزيت بيستحمل درجة الحرارة معايا، فالزيت هو اللي بيحافظ لي إن أنا ما أخدش طعم الحرقان اللي هي نقطة التدخين. نقطة التدخين بتختلف من زيت، من نوع زيت للتاني، وبتختلف من الزيت للزبدة. فالزبدة بتتحرق بسرعة، فالأول بدي الصدمة في الزيت. الصدمة دي إيه فايدتها؟ أول حاجة بتقفل لي مسام اللحمة، وبتحافظ لي على العصارة والجوس اللي جواها، لما أجي أكلها تبقى تندر كده وناعمة معايا، أكلها كده زي الملبن. لازم أستمتع وأنا باكل، ما ينفعش إن إحنا ناكل كده وخلاص، يعني المهم إن إحنا وإحنا بناكل نبقى مستمتعين. فدي حاجة. الحاجة التانية إن إحنا قلنا إن اللحمة ما بتتغسلش، فأنا علشان أطلع البكتيريا اللي فيها أو أموت البكتيريا، لأن البكتيريا بتموت عند درجة حرارة معينة، فإن أنا بدي اللحمة صدمة. دي طريقة لتسوية اللحمة بالزيت اللي بعتك. بالظبط، أنا حطيت الطاسة تسخن، هحط شوية زيت مش كتير عشان أنا مش عايزة أحمرها برضو. كده احنا قطعنا اللحمة، اي هنشيلها بقى هنا اللي هي جنبنا هنا. احنا ممكن نطلع فاصل ننضف مكان اللحمة ونرجع نشوف هنكمل ازاي. طيب اعزائي المشاهدين نطلع لكم فاصل ورجعي. ورجعنا لكم من تاني. هاشفاية نواصل. نواصل. احنا كده الزيت بيطلع دخان، والطاسة بتشتكي وبتقول استخدموني. هي دي المرحلة، مرحلة بداية التدخين اللي انا ابدأ انزل فيها اللحمة بتاعتي عشان تاخد صدمة. زي ما قلنا لازم تبقى سخنة جدا الصدمة. ايوة ده احلى صوت في الدنيا ممكن يتسمع. لما بحط اللحمة تاخد صدمة يا دوب بس بنزلها ان كلها تكون لمسة الحاجة اللي انا بديها فيها صدمة، بس ما بقلبهاش غير لما لونها يتغير عشان ما تنزلش زي ما اتفقنا العصارة اللي فيها وتفضل جوسي من جوه. على ما اللحمة ما تاخد صدمة نقطع الخضار بقى اللي هنحطه. هقطع البطاطس، التقطيع زي ما احنا عايزين، انا برضو هقطعها صغير عشان ما تاخدش وقت في التسوية. سؤال طيب يا شيف، انت ليه نقع البطاطس في المويه؟ هقول لك، البطاطس من الحاجات اللي بتأكسد في الهواء، يعني انا لو قشرتها وسبتها كده في الهواء هتأكسد على ما اجي استخدمها، فلونها هيغير، فالافضل ان انا انقعها في ميه من غير اي حاجه، مجرد ان هي تعمل عليها كفر فتغطيها فما تأكسدش من الهواء. بالظبط، لان فعلا البطاطس لو اتقطعت كده ممكن بعد مسافه لونها يغير. بالظبط. انا هحط بطاطس، وهنحط كوسة، هنحط بتنجان، هنحط فلفل حامي عشان انا بحب الاكل حامي، وهنحط فلفل حراتي. كده اللحمة خدت صدمة من ناحية، انا هقلبها. وهحط بتنجان. احنا عندنا في السودان البتنجان البطاطس بنقول له الاسود. البتنجان ايه؟ الاسود. يعني ايه البتنجان الاسود؟ يعني هو البتنجان مش اسمه بتنجان، فاحنا الكلمه المشهوره عندنا في السودان الاسود. اوكي. حتى في منه سلطه بيقول لك سلطه الاسود. عارفه يا شيف ايه، في
تشابه ترابط بين المطبخ المصري والمطبخ السوداني شديد. المطبخ السوداني متأثر جدا من المطبخ المصري، فيه أكلات كتير متشابهة. متشابهة بيناتهم. صح. احنا كده اللحمة خدت صدمة من كل النواحي، انا هشيلها هرجعها تاني هنا، وبعد كده هنحطها تاني على النار، هنركنها برضو على جنب، هنزود بس الزيت، وهبدأ اشوح الخضار، علشان ما ينفعش احط، لو حطيت الخضار كده في الطاجن فالخضار بارد واللحمة سخنة، فما ينفعش، لازم اديهم كلهم نفس درجة الحرارة، لازم ياخد سخونة شوية، نفس درجة الحرارة بالظبط. هقطع البصل اي تقطيع برضو، انا افضل ان انا اقطعه كده، وبعدين بحط الخضار على اساس ايه بياخد وقت في التسوية اكتر من التاني. يعني انا عندي هنا البصل اكتر حاجة بتاخد تسوية، فهحطها الاول، اديها تقليبة بس كده بسيطة، يدوبك تتكرمل برضو. لما باجي استخدم في الطبيخ يا جماعة، يفضل ان احنا نستخدم البصل الابيض مش البصل الاحمر. البصل الاحمر يا جماعة اولا في الاكل بيديني شكل مش حلو، شكل يبقى مش مقبول يعني، وفي نفس الوقت هو نسبة السكر فيه عالية، عشان كده يفضل ان هو في السلطات او الحاجات يعني اللي بتتاكل نية. انا حطيت البصل، بعد كده عندي الجزر بياخد وقت اكتر فهحطه برضه، هديله تقليبة. هحط معاه التوابل، التوابل 2 ورق لورا، ليمونة ناشفة، رشة فلفل اسود، رشة ملح بسيطة، وهنحط فصين ثوم، فصين ثوم، هنقلبه شوية، وبعد كده هنحط البطاطس والبدنجان مع بعض. الله، الريحة بتاعت التوابل والخضار بقى، ايوه تحس انه انا في القرفة بقى. بالظبط كده. وهحط البتنجان برضه، هقلبهم شوية، لا مؤاخذة بس الحماسة خدتني شوية. ريحة البصل لما اتكرمل، وبعدين انا بحب الفلفل الحامي، هحط قرن فلفل حامي بس مش عشان لو ما فيش حد من الموجودين بيحب الحامي، انا بس اللي اكل. فدي خطوة اختيارية. بالظبط. الناس اللي بيحبوا الشطة. هحط الكوسة والفول الحراتي. طيب يا شيف، لو ما موجود فول حراتي مش مهم، مش اي خضار، اي خضار، هو اي خضار بنحبه، حتى لو في حد ما بيحبوش فممكن يستخدم اي خضار تاني بيحبه. دي شوربة لحمة كانت معمولة عندي، هحط شوية بس مش كتير، يعني تقريبا كوباية صغيرة. ونشوف بقى هنحط الطاجن ازاي. انا عندي الطاجن اهو، خليها جنبك ماشي. هنجيب ورق الفايل، هندخله جوه الطاجن كده بالراحة. لازم الخطوة دي يا شيخ؟ ممكن مش لازم طاجن، يعني ممكن اعمل ورقة الفايل، بس لازم كمان مع ورقة الفايل احط ورق زبدة، سواء في طاجن او صينية. صح؟ ايه؟ سواء في طاجن او صينية. بالظبط، سواء في طاجن او صينية، او ممكن اعملها كذا طبقة احطها لوحدها على الصينية بتاعة الفرن. وهنحط جوه ورقتين زبدة، هحط رشة زيت كده بسيطة، وبعدين هننزل باللحمة على الخضار اللي احنا عاملينه، ونديله تقليبة.
ريحته ممكن بقى ايه نديله رشه جوز الطيب كده، ولا نخلي جوز الطيب لما يطلع نديله رشه كزبره، وهناخده كله نحطه في قلب الطاجن او زي ما قلنا الصينيه. بياخد وقت قد ايه في النار على حسب اللحمة. على حسب تقطيعه اللحمه اللي انا عاملاها، بس هو تقريبا ممكن ياخد من نص ساعه لساعه الا ربع. لو قطع اللحمه كبيره ممكن ياخد ساعه او ساعه ونص. انزل بيها، هي طبعا الخضار لما يستوي هي هتهبط. وهحط ورقه زبده على الوش علشان ما ينفعش ورق السيلفر يلمس طبعا الاكل اللي احنا هناكله. وبعد كده نقفل بقى بالورق السيلفر عليه كده. احنا بنكمرها وهنغطيها وندخلها الفرن. اهم حاجه ان الفرن يكون سخنه، علشان هو طبعا سخن فما نحطوش في الفرن بارد فيبرد، فلازم تكون درجه الحراره بتاعه الفرن عاليه. هنحطه نص ساعه على درجه حراره 180 كده. احنا حطينا الطاجن في الفرن، عبال بقى ما الطاجن يستوي نعمل الرز اللي هناكله مع الطاجن، صح ولا ايه؟ بص بس على القرع بدا، اول ما نحط الرز هيكون القرع استوى. هنحط حله بس هنوطي النار شويه، وهناخد بصله كده حلوه هنفرمها. نقطعها في البصل زي ما نحب، ممكن نقطعها صغير ممكن نقطعها كبير. انا هاخد نص بصلايه بس عشان دي كبيره. بعدين برضو يا شيف في ميزه في البصل الابيض عن الاحمر، انت بتقطع فيه بس انا ما حاسس بحاجه في عيوني، ما زي الاحمر انا بعيط. انت مش حاسس؟ بس انا حاسه. بس برضو ما زي البصل الاحمر صح؟ لا، هو البصل بيبقى على حسب زراعته. يعني انت ممكن تجيب بصل النهارده ابيض تلاقيه انت ما بيطلعش ريحه ولا بيطلع بتدمع زي ما انا ما بدمع كده دلوقتي من البصل، وممكن تجيب بصل تلاقيه حامي جدا. فده بيبقى على حسب زراعته والارض بتاعته بالظبط، وهو اتزرع كم مره، يعني الارض دي طرحت كم مره ورا بعض بصل. هنحط شويه زيت، مش هنسيبه يسخن، هنحط البصل على طول علشان مش عايزاه البصل يحمر، انا عايزاه بس يا دوب يدبل. احنا حطينا كده البصل، هنقلبه، مش عايزاه يحمر، يا دوب بس يدبل زي ما قلنا. يا اما نص بصلايه لو كبيره قوي زي دي، يا اما زي ما انتوا عايزين. هنعمل ايه بقى؟ ممكن السكر ده لما البصل يبدا يدوب معايا انا هديله رشه سكر، بس حاجه بسيطه قوي علشان ما تغيرليش الطعم جدا. البصل هيعمل ايه؟ البصل هيكرمل، فيساعد السكر اللي في البصل اصلا انه يكرمل اكتر، هيدي تيست خطير. هناخد يا دوب حاجه صغيره قوي، وهنقلب وبعد كده هحط رشه كزبره. لما باجي احط توابل وعايزه ريحتها تطلع قوي، يفضل ان انا احطها مع الزيت او في التشويح، لان احنا في توابل عطريه الريحه بتاعتها والنكهه بتاعتها بتطلع اكتر في الزيت اكتر من الميه. واحط واحده ليمون ناشف وهنقلب. ممكن بس ازود الكزبره شويه. بعد كده هنحط فص ثوم مفروم، ثوم على الرز،
يا ريت تجربوا الوصفات وتقولوا لنا رايكم ايه، وتقولوا لنا انتوا عايزيننا نعمل لكم ايه، سواء اكل سوداني او اكل مصري. بدات الريحه بتاعت الكزبره وبتاعت التوابل تطلع بالذات بمجرد ما حطيت التوم. أيوة. الريحه ظهرت. ايوه هحط كوبايه ونص رز. اي نوع رز ولا رز معين؟ لا اي نوع رز، اهم حاجه ان انا لما اجي استخدم الرز ابقى عارف هو ميته قد ايه. بقلب الرز، وبعدين من الافضل ان انا احط الملح وانا بشوح في الرز، علشان الملح بيساعد على درجة حرارة الحاجة ترفع فيسخن معايا بسرعة ما ياخدش وقت طويل. وبعد كده انا الرز ده مش مغسول، ولما بنيجي نستخدم رز يا جماعة يفضل انه انا اقرا التعليمات اللي ورا، هل الرز ده مكتوب عليه ان هو يتغسل ولا ما يتغسلش، ولو مكتوب عليه انه ما يتغسلش فالاحسن ان انا ما اغسلهوش. انا هحط نص شوربه ونص ميه، يعني دول كوبايتين، كوبايه شوربه وكوبايه ميه. بس كده تمام، هنسيبه بقى لحد ما يتشرب، وبعد كده نغطي عليه ونوطي. ممكن نطلع فاصل ونرجع نعمل قرع. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع لكم، خليكم جرب. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف شيفنا عملت شنو. احنا كده الرز اهو اتشرب، انا ما بغطيش على الرز غير لما يتشرب. هغطي عليه خالص. ليه هنغطي؟ ايوه بس، وهنسيبه بقى لحد ما نخلص بقيه اكلنا. تعالوا نشوف بقى هنعمل القرع ازاي. اول حاجة هنطفي كده عليه ونطلعه بقى. استوى وداب تماما، شو عامل ازاي؟ داب خالص، يعني مش هيحتاج حتى اعمله بالشوكة كده، اتهرس لوحده بالظبط. انا مش متخيلين يا جماعه انا بحب الوصفه دي ازاي، يعني بجد حاجه كده مزاج وحلوه. وهنسكرها بعسل ابيض عشان برضو ايه ما تبقاش صعبه علينا. ممكن نحط دي عندك كده. هنهرسه بالشوكه، بيتهرس بكل سهوله. طيب يا شيف لو معاه بطاطس هيتهرس بسرعه كده برضه؟ بطاطا لانه البطاطا شويه قويه. البطاطا الحلوه لا، حتى لما تستوي هي بتطرى تماما، بتبقى زي كده. بس احنا هنعمله بطريقه، يعني هو فعلا مش هيحتاج اصلا ان احنا نحط بطاطا عشان نغير طعمه. عايزه الفانيليا اللي هناك خالص. ايوه دول الاثنين باكو فانيليا. عارفه يا شيف البطاطا الحلوه هي ما زي البطاطس العادي، البطاطا الحلوه احنا عندنا انت بتقول لها بطاطا حلوه، احنا في السودان بنقول لها بامبي. بامبي بامبي بامبي. ايوه حلو، شايف ريحه الفانيليا؟ ايوه ريحه مع وده بقى بينات بطر، زبده فول سوداني، الدكوه السودانيه. الايه؟ الدكوه. الدكوه معلقه دكوه سودانيه كبيره، حاجه كده محترمه. انت يا شيف لحد ما تخلص البرنامج ده هكون علمتك سوداني. ايوه بالظبط، هتكون نشاطي معاك كويس في اللغه. ودي بقى ميه ورد، حاجه بسيطه بس كده عشان ايه ندي نكهه بس كده وحاجه حلوه. ممكن بقى تديني العسل؟ حاضر.
طبعا احنا حطينا زبده فول سوداني، فمش هحتاج ان انا احط عسل كتير، مجرد بس ان انا اكمل التحليه بتاعتها. اي نوع عسل موجود في البيت مو صح؟ اي نوع عسل، يعني لو احنا بنستخدم حتى لو عسل منكه بحبه البركه او عسل منكه بالقرنفل عادي مش مهم. وهنحط كده اديني الزبيب. الزبيب ايوه. لونها بقى حلو. وريحتها دي كده تقريبا جاهزه معانا. نجيب بقى ايه، نعمل نحط هنا لبن وواحدتين قرنفل. لبن حليب. ايوه. عن اللبن اللي انت استخدمتيه في الوصفه دي شنو؟ لبن حليب. حليب كامل الدسم، قليل الدسم، اي حليب حسب الرغبه. اي حليب حسب الرغبه. دي كمان لو اتعمل معاها حليب خالي الدسم هيكون حلو، لان هي حاجتها كلها هيلثي. ايوه يعني ما فيهاش حاجه بالظبط. طيب حتى ممكن نبدل الحليب، لانه ممكن الوقت اللي فيه قبل الفطار يكون مثلا حليب، او في الزمن مضايق ممكن. ايوه صح، نعمل بديل. ممكن نعمل بديل، وكمان ممكن اصلا نستغنى عنها خالص وندخلها كده تاخد وش، لانه ده هتبقى طبقه من فوق بقى كاننا عاملين بشاميل كده او حاجه. انا هحط شويه لبن كوبايه، وهحط معاها ممكن النشا والقرنفل، هحط معاها معلقه نشا ده القرنفل. ايوه. وهنحط وحدتين قرنفل وهنشيلهم في الاخر. احنا هناخد بس، هحط ثلاث وحدات، هناخد بس النكهه بتاعته. هشيله بس كده، اقلب النشا ادوبه. طيب يا شيخ ليه حطيت النشا؟ النشا عشان يمسك معايا ويعمل طبقه اقدر احطها على وشه. دي خطوه مهمه. ممكن يتعمل بشاميل حلو. وهنحط عسل، حاجه بسيطه بس كده، سكره. وممكن نحط فيه فانيليا، ممكن نحط فيه ميه ورد، بس احنا حطينا ميه الورد هنا خلاص. ممكن برضو بدل الجروف والحبهان. لو مش كل الناس بتحب طعم الحبهان في الحلويات، فلو حد بيحبها ممكن طبعا. يعني النكهه دي انت وزوجك بالظبط. ممكن بقى انت تحط لنا ده قبل ما انا عشان اشوف النشا. تمام. الريحه بتاعتها خرافيه. بعدين يعني احساس حلوه بالجد. في فكره جت في بالي دلوقتي، بما اننا في رمضان احنا ممكن نعمل كنافه، والكنافه دي نقطعها خالص ونحمرها على النار ونحطها على صينيه وندكها كده جامد، ونحط عليها الطبقه دي من فوق، وبعد كده نحط عليها صوص شوكولاته. اتوقع ان هي تبقى حلوه جدا، او مش اتوقع، انا متاكده ان هي تبقى حلوه قوي. ممكن نجربها، وممكن احنا كمان نعملها في حلقه. تخيلتها كده معايا؟ ايوه. كنافه متحمصه عليها الطبقه دي، وعليها من فوق بقى شوكولاته، كراميل، اي صوص احنا بنحبه. هتديها نكهه كده. هتديها نكهه حلوه قوي. بصراحه انا تخيلتها كده وحسيتها كده حلوه. ده يمسك معايا خالص. ممكن بدل النشا واللبن نعمل زي البشاميل، بس نعمله حلو، يعني بدل ما بنحط ملح وفلفل وكده نحط بس. طيب ممكن كاسترد يا شيف؟ ممكن كاسترد، ممكن بودرة الكريم كراميل. بس هبعده بس شوية من على النار عشان ما يكلكعش من تحت. ريحة القرنفل بدأت تطلع. رجعه تاني. خلاص لازم يوم تعمل لنا وللمشاهدين الكنافة بالوصفة دي. عجبتك شكلها؟ عايز اجربها. المشاهدين برضو لازم يجربوها. دلوقتي بقى ممكن اشيل القرنفل، هو بدأ يتقل. احنا خلاص خدنا النكهة بتاعته اللي احنا عايزينها، ولو في ناس بتحب القرنفل ممكن تحطه معايا وتدخله في الطاجن. في واحدة تانية اهي.
زي ما قلنا برضو ممكن نعمل البشاميل ونعمله مسكره بعسل عادي جدا زي ما بنعمل البشاميل الحادق، بس بدل ما هنحط ملح وفلفل وتوابل هنحط عسل ابيض او سكر، ونحط معاه فانيليا ونحط معاه القرنفل برضو، بس هنعمله تقيل شويه عشان ياخد بس طبقه من فوق. وكده مسك معايا، احنا هنحطه بقى في الطاجن. يعني البديل للحليب ممكن البشاميل اسرع برضو صح؟ هنحطه بس يعمل طبقه من فوق دي، ممكن بقى ندخله الفرن. هيدخل الفرن على درجة حرارة 180، مش هياخد 10 دقايق هو، بس يا دوب، او ممكن نحطه على الشواية بس كمان وشه بس يحمر لان هو اوريدي مستوي. لا خليه مكشوف علشان احنا عايزين وشه يحمر. اخبار طاجن اللحمة شنو؟ طاجن ريحته اول ما فتحت الفرن كده ما شميت الريحة فسألت. ممكن نطلع فاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه. ممكن فاصل ونرجع. مشاهدينا الكرام رجعنا تاني، ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم. شفايا ورينا، وري المتابعين وصلنا وين. وصلنا للرز وحطينا الطواجن في الفرن، نشوفها بقى وصلت لايه. يلا يلا بينا. اوه احنا فتحنا عليها في الوقت المناسب يا جماعه. واو الله على الشكل، الشكل والريحة تحفة خطيرة 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 خطيرة. مش هقول غير كده. هناخد ده كده على جنب ونحط الطاجن على الخشب ده كده. حلو قوي، نشوف بقى تاني حاجة عملناها. عملنا الرز وزمانه دلوقتي استوى، تعالوا نشوف. استوى استوى وريحته ممكن نشيل التوابل بقى. ورق لورا بس استوى وبقى شكله حلو بصراحة جدا، وغالبا برضو طاجن اللحمة استوى فايه وشكلنا هناكل كده. شلنا التوابل نشوف كده. الرز اخر تقريبا وقت كم؟ الرز بياخد تلت ساعة على النار. رز وريحته وجماله وحلاوته وطعمته بنطفي بقى عليه، ونجيب الطبق اللي هنغرف فيه. الطبق بتاعنا الرز بجد بجد ريحته خطيرة خطيرة يا جماعة. كمان التوابل والبصل ادته لون كده. والسكر مع الكزبرة حاجة عظمة، طعمه هيكون خرافي. مش عايز تدوق؟ اكيد بس بعد التصوير. ماشي. ده كده الرز معانا خلص. ويبقى فاضل معانا طاجن اللحم، ونشوف وصلت لايه. عظيمة 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 الريحة. نشوف بقى كده استوت ولا لسه.
واو. ريحة بجد بجد تهبل. استوت كل الخضار استوى واللحمة استوت. نشيل دي بطاطس بتهري معايا واللحمه كمان استوت وسمع صوت جوه الشوربه بقى اللي نزلت والحاجات كده الحلوه اللي نزلت. احنا هنعمل ايه بقى؟ نشيل ده برد شويه ونحط الطاجن بتاعنا هنا. ممكن يتقدم في الطاجن نفسه او طبق صح؟ بالظبط ممكن يتقدم في الطاجن او ممكن نشيل ورقه الفويل نحطها في طبق على طول. ممكن نحط معاها خضره اول ما يطلع كده. ممكن بقى اللي انا هعمله هنحط رشه جوزه الطيب. جوزه الطيب بتتحط في اخر الاكل خالص ما بحطهاش في الاكل لان هي عطريه الفليفر بتاعها والريحه وكل حاجه بتروح بسرعه جدا. فمجرد رشه بسيطه قوي تديني النكهه اللي انا عايزاها لاني لما بكتر من جوزه الطيب بتعمل تخدير او يعني بتحس ان انا مش قادره اعمل اي حاجه في الدنيا بعد ما اكلت. فاحنا ايه هنديها حاجه بسيطه جدا نفرمها بس حلو. طلع لينا بقى ايه بحطها في الاخر خالص بس الاكل يكون سخن عشان اخد النكهه بتاعتها. دي كانت الوصفات اللي احنا عملناها مع بعض النهارده. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعملوها وتقولوا لنا رايكم ايه وتقولوا لنا مقترحاتكم تقولوا لنا انتوا عايزيننا نعمل لكم ايه طول شهر رمضان واحنا باذن الله هنعمل اللي انتوا عايزينه. أعزائي المشاهدين احنا نقول لكم نشوفكم في حلقة جديدة. زي ما قالت لكم شيف آية عندكم أي اقتراح عندكم أي استفسار رابط الشروق قدامكم أي حاجة أي استفسار تواصلوا معنا وشكرا.